ازاي حضرتك؟ اخبارك انت ايه؟ ازاي حضرتك؟ انا كويسه الحمد لله، انت كويسه؟ انا كويسه الحمد لله. يا رب الحمد دايما لله. منى، احنا النهارده بنتكلم على الشخص الفضولي، انت شايفه من وجهه نظرك انه الستات اكتر فضوليه من الرجال ولا العكس؟ اقول لحضرتك بس ما تزعليش. احنا ايوه عرفت الرد خلاص. احنا هو الصراحه الستات فضوليه جدا. لا انا معاكي في دي، انا معاكي في دي، يعني انا بحييكي والله للأسف. العظيم ثلاثه، يعني انت عادله جدا. يعني الستات برضو فضوليين جدا يعني، بس احنا بنتكلم في النسبة الأكبر الستات، بس في رجالة برضو بتفوق السيدات في الفضولية. يعني انتوا اللي عودتونا برضو، احنا والله العظيم انتوا اللي بتعودتونا. مشكلة احنا السيدات احيانا منى، مش احيانا الست بتعلم الراجل انه يبقى فضولي، اللي هو انت شفت كذا بيعمل ايه وشفت كذا بيعمل ايه، فبيضطر هو غصب عنه قبل ما هي تقول له فبيسأل عشان يبقى مأمن نفسه. طبعا يعني الراجل ممكن يكون متعود على حاجة، صح؟ يعني انتوا اللي بتعودوه. ايوه اكيد، هي الست دايما هي اللي بتعمل العرض. على فكره ده الست الفضوليه دي تبقى مسليه جدا للراجل، يعني تخيل انت جاي من الشغل تعبان وقاعد بتاكل وتقول لك بقى كل الاخبار، وفلانه اتجوزت وفلانه اتطلقت وفلانه خلفت وفلانه راحت عند مامتها عشان زعلت مع جوزها، دي تبقى مسليه جدا لا محتاج راديو ولا تلفزيون. طب احنا بنشكر منى جدا، شكرا على تليفونك يا منى ونورتينا. وعايز اقول ان ليه تحتاج كاميرا مراقبه لما يبقى عندك مراتك في البيت وعندها فضول؟ ليه تحتاج كاميرا وليه تحتاج لتلفزيون؟ طالما انت عندك حد في البيت بينقلك كل اخبار اللي حواليك وتدخل النار بقى.